الدكتورة ريما حسين أمهز دبلوم في العلوم التربوية والإرشاد التربوي من الجامعة اليسوعية بيروت، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها من الجامعة اللبنانية، تخصص أدب حديث، لها 12 بحث منشور، كما لديها 3 مؤلفات مطبوعة. فلتتفضل مشكورة في إلقاء بحثها. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، خلاصة البريات باليقين، ونقاوة ما خط على لوح الوجود وقلم التكوين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى ابن عمه الليث الهصور والبطل المنصور والبحر المسجور والعلم المنشور والسيف البتور، الاسم الأعظم والترياق الأكبر، السراج الوهاج والسبيل والمنهاج والماء الثجاج والبدر المشرق والغدير المغدق، مفزع العباد في الدواهي والحاكم والآمر والناهي، أمير الله على الخلائق وأمينه على الحقائق، إمام المتقين وديان الدين وصاحب اليمين وعلم المهتدين، قائد الغر المحجلين، أسد الله الغالب، مولانا وسيدنا علي بن أبي طالب، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الله صلى على محمد وآل محمد. بداية اسمحوا لي أن أزف إليكم أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الغدير الأغر، عيد الله الأكبر، ونسأل الله تعالى أن يجعل من هذا الغدير الصافي صفاء لقلوبنا، نتوجه به إلى الحياة الحرة الكريمة التي يعتز بها الإسلام ويعلو له بها في العالم مقام. وأقدم شكري وامتناني للعتبة العباسية المقدسة وجامعة الكفيل وجمعية العميد العلمية والفكرية وكل القائمين على أعمال هذا المؤتمر وعلى فعاليات أسبوع الإمامة، الذين كرسوا جهودهم خدمة للدين الحنيف المبارك وإعلاء لكلمة الحق وإشادة بالذكر العلوي الخالد وولاء لمصابيح الظلام وكعبة الاعتصام وذروة الاحتشام أئمتنا الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبعد، بحثي موسوم بعنوان أبهى صور العدالة في نهج الإمام علي عليه السلام، وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة ومبحثين محوريين وخاتمة. ذكرت في المقدمة أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وتناولت في المبحث الأول نفحات موجزة من عبير سيرة الإمام عليه السلام، وأشرت في المبحث الثاني إلى لمعة ضوء من باهر عدالته ودلالاتها ورشحة من روائعها ومراميها وباقة ريانة من أزاهير ملامحها وإشاراتها، لعل بحثي يحمل فكرة جديدة عن هذه الشخصية العملاقة التي ضربت أروع الأمثال لأسمى الأفكار في أسمى النفوس من دنيا البشرية، وعجز الدهر أن يزعزعها أو يغير شيئاً من جوهرها. وسأختصر، سأقدم عرضاً موجزاً للبحث ولأهم النتائج التي توصلت إليها. لما طلعت شموس الأسرار من مطالع العناية، ولمعت بوارق الأسرار من مشارق الهداية، كان نور محمد وعلي وأشرقت سائر الأنوار منهم وتشعشعت عنهم. فعلي إذن نور أزلي جلي أوجده الله تعالى من نور عظمته،
وروح قدسي أسبغ عليه من سبحات جلاله، وسر خفي خصه بسره وكرامته، فهو ولي الله الذي أقامه في الخلق مقامه، وهو عماد الأولياء ودعوة الأنبياء، فرفعة إسرافيل وعظمة جبرائيل وهيبة آدم وكرم الخليل وشجاعة موسى وسماحة عيسى وحكمة داود وملك سليمان ذرة من فخره وقطرة من بحره، وهو مصدر جميع دروب الجمال، يتفجر وجوده بالكمال، وتحتشد في شخصيته معطيات كالفيض تجري كأنها في سباق، وتساند كأنها أنداد، من العفة والصدق إلى الزهد والجود والتقوى والإيمان والحق والعدالة والحب والخلاص والحزم والعزم. وهذه المزايا دعامة تثبت بها قيمة الإنسان، فأي إنسان يقصر كل هذا التألق ولا يشدو قلبه إلى علي حباً وإيماناً؟ وأي إنسان له عين بصيرة ويعمى عن ضوء الشمس؟ من هنا اتجهت النفس متسامية نحو أمير المؤمنين، تبحث عن تلك الصورة المشرقة والآفاق المضيئة التي أهلته للدخول في تاريخ الإنسانية من أبوابه العريضة. ولأن الإحاطة بشخصية هذا العملاق العظيم وعرض كل الدقائق وتفاصيل الحقائق أمر بعيد المنال، اكتفينا بالإضاءة على روعة قضائه وأخلاصه للحق وجهوده في إقامة العدل، وتتبعنا خطواته وهو يسن الأنظمة والدساتير التي تحمل كل معاني السمو والرقية والتقدير للإنسان، ليصنع مسار الأمة على غفلة من التاريخ الذي لم يمنحه إلا بضع سنوات عجولة. سأختصر، سأنتقل إلى الخاتمة. لقد أرسل الإمام علي عليه السلام أصول التشريع الإسلامي المشرق في قيادته للأمة، وطبق على مسرح الحياة كتاب الله تعالى ومنهاج نبيه، ولبى نداء الضمير الإنساني، وبنى سنن العدل الاجتماعي ومعالم النظام السياسي الأمثل، فكان رمز العدالة الشاهق ومثال الحق والإيمان النابض. سأختصر لأن السيد تفضل بالحديث عما سأتحدث به. كانت العدالة أصلاً في بنيانه الأخلاقي والأدبي، وإن أصبحت في نهجه مذهباً فيما بعد، بل كانت دماً في دمه وروحاً في روحه، سلك سبيله فيها سبيل القادة الأفذاذ، فكانت أداةً للحق ومسرجةً للهدى، فكتب لها النجاح إيمانياً والخلود تاريخياً. صحيح أن القدر عاجل الإمام عليه السلام ولم يمهله في استكمال مسيرته القيادية الفذة، فذهب شهيد عظمته ومبادئه، إلا أن التاريخ ما زال يتضوع باسمه ويفوح بذكره، وجعل من تاريخنا صفحات رائعة من الإشراق الإنساني العظيم، تشرفنا نحن العرب كما تضيف شرفاً إلى تاريخ الإنسانية. ونحن شيعة علي عليه السلام يجب أن نرجع إلى سيرة علي ونرفع شعار الاقتفاء به، فنسير على خطاه ونتمسك بنهجه وننظر إلى الأمور كنظرته. عذراً على الإطالة وشكراً لكم على الإصغاء. شكراً جزيلاً دكتورة. نفتح باب المناقشة أخوان، إذا أكو أحد عنده مناقشة أو مداخلة. المايك أخوان، المايك سمحت سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت جمال الدكتورة. واقعاً عنوان بحثكم الكريم هو أبهى صور العدالة، وتدرون الصورة جمع وأقل والثلاث، يعني أعتقد القاعة كانت متوقعة أن يعرض
لا أقل من 3 صور ومن صور عدالة أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا ما تفضلت به لعله موجود في البحث، لكن جنابك أعتقد اقتصرت على الجمل الإنشائية والمديح وهو علي يستحق أكثر من ذلك قطعا. لكن عنوان البحث كان يعني بدي أن تدخلين في البحثين، أنت جنابك كنت مقدمة وبحثين وخاتمة، حتى يستفيد الأخوة الحضور من ما تريدين أن تتفوهي به أمام الحاضرين. وقد سبقك كما قلت إلى جناب السيد أحمد، ولعل هذا ليس عذرا، نريد أن نسمع منك، لا نريد أن يتكرر البحث مع جناب السيد، وإن تكرر لكن لكل منكما قطعا مشيته الخاصة ونظريته الخاصة. فأعتقد كان ينبغي أن ندخل في بيان هذه الصورة. مثلاً قد عندك رأي في أن أمير المؤمنين كيف تعامل مع ولاته، وهذه مساحة تمثل صورة رائعة من صور العدالة عندما يميز بين الولاة وأي والي كان عندما يحاول أن يبتعد أمير المؤمنين لم يجامل في ذلك، وكان مثلا يعزله او يعطيه كتابا يبين له ما وقع فيه كما هو المتعارف في كتابه الى عثمان بن حنيف وكان واليه على البصره، او تساويه مثلا او مساواته في العطاء في الحقوق في العطاء في الحياه، او مثلا الجمله التي اشتهرت في لسانه في دماغه انه الناس صنفان، اما نظير لك وكيف طبقها في حياته المباركة عندما وجد بعض النصارى يطلب المال والإمام عليه السلام لم يقبل لذلك وإنما أقبل وحصل من بيت المال. هذه الصور عندما يذكرها الباحث ثم يلخص ماذا يريد أن يستنتج، بمعنى الناتج سيكون يمكن تطبيق ما أفاده وما طبقه وما قاله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على كثير من مشاكلنا الحالية. صحيح. السيد الرامي قبلك تتكلم عن الجانب الاقتصادي، ويمكن أن يلخص نظري يقول هذا الجانب الاقتصادي ممكن أن ينتفع فيه كثير الآن من المتصدين لأمور الناس باعتبار هي ورقة عمل أكثر مما هي ورقة مناقشة. عندما تكون ورقة عمل يعني نحن نأخذها لنعمل لا لنناقش. صحيح. وجنابك أيضا عندما ذكرتي هذه الصور من العدالة يعني كنا نتوقع أن نسمع شواهد مما قال أمير المؤمنين وما هو استنتاج حضرتك لهذه الشواهد. كل الشكر سماحة السيد. أنا بصراحة تطرقت في بحثي إلى هذه المواضيع وكيف تعامل مع عماله وتطبيق العدالة في بحثي، في ملخصي هنا بعد جمل ولكن يعني فقرات اختصرتها، إذا أحببتم ألقي عليكم قسما منها لكن لا أريد أن أطيل كما تحبون. شكرا جزيلا. موجودة، اختصرت صفحة ونصف من الملخص. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا جزيلا.